قصه باختصار كانت لما اجي اقول لحضرتك بسرعه كده ان احنا بدانا يوم السبت. أي. حضرتك ده لو قلنا ده خليج السويس. أي. وهنا عندنا خليج العقبه، هنطلع كده حضرتك هنا البحيرات والاسماعيليه، وهنا بورسعيد والبحر الابيض تمام فوق، وهنا سيناء. ده خط الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، عشان الشباب اللي شايفيني يشوفوا هذا الكلام. احنا هنا دي الاسماعيلية تمام، بورسعيد، السويس. دي جنوب سيناء. كويس. احنا كل العمل بتاعنا عندنا هنا في الجيش الثالث والجيش الثاني. مظبوط. مواجهه 191 كيلو. كيلو. خط حيين بارليف على القناه. احنا هنعدي في الشرق. تمام. طيب لما نعدي في الشرق هنا، المشاة اللي هتعدي الساعه 2:05 بالمفارز الاماميه هتحتاج دبابات وصواريخ ومدفعيات معاها؟ طبعا. طب هتجيبها منين؟ الصهاينه هنا هيخشوا بالدبابات. مظبوط. الدبابات لو دخلت في العبور هتهرس المشاه في الارض. يبقى احنا كان لازم نيجي دي هنا هضبه التيه او العجمه. هنا جبل عتاقه، هنا جبل الجلاله البحرية. كويس. عندنا هنا في سلسلة المضايق. أيه. بنسميه الحائط الغربي لسيناء. عندنا في ممر متلة وممر الجدز، وبعدين عندي هنا الطريق الأوسط اللي بيوصل لغاية الإسماعيلية. الدبابات مش هتتقدم على هذه المحاور، لأن الصواريخ الأرض بتاعتنا هتحدث فيها خسائر. مظبوط. الصهاينة أسكية ومقاتلين جيدين. أنا بنقول الحق، بس على نفسهم يعني إحنا استفدنا منهم. أنا لقيت قدامي مقاتل شرس برضو، مش مقاتل سهل. كويس. قالوا هندفع الدبابات من هنا، المنطقة دي عشان ييجوا لغاية هذه المنطقة اللي هي عيون موسى. هيجوا هنا عشان يستغلوا عرض الخليج عشان يأمنوا نفسهم من الصواريخ الأرض أرض، وبعدين يخشوا يهرسوا المشاة في الأرض. تمام. كتيبة الصاعقة بتاعتنا المفروض تنزل بالهليكوبتر هنا على بعد 80 كيلو متر خلف الخطوط عشان تغلق مضيق رأس سدر. تمام. طبعا تعطلهم من 6 إلى 8 ساعة الوقت اللي هي الكباري بتاعتنا هتتنشئ على القناة. القناة. اذا احنا مطلوب نعطل هذه الدبابات لحين 6 إلى 8 لحين ساعة. تركيب لحين الكباري انشاء الكباري. الطيارات هتطير او تستمر من هنا 6 طيارات. تمام. من منطقة القطامية عند مرصد القطامية 12 طيارة. ال 18 طيارة هيطيروا على وش الارض عشان الرادارات والصواريخ، على وش الخليج الناحية التانية لغاية مضيق صدر. الكلام ده امتى؟ المفروض الساعة 4:05 بعد العبور بساعتين. كويس. تحت ستر ضربة جوية تانية لنا، الضربة الجوية الأولى اللي حضرتك قلتها في التقرير 232 طيارة. مظبوط. نسبة الخسائر كانت 50% المتوقعة. عشان احنا صايمين وفي رمضان وبنقول الله أكبر 5 طائرات، أولها أخو الشهيد، أخو البطل، بطل الحرب والسلام أنور السادات، محمد أنور السادات، البطل عاطف السادات رحمة الله عليهما، زميلي وحبيبي وصديقي الله يرحمه، كان بيطير على السخوي 7. وهذا الرجل مش عايز أقول لحضرتك، أنا عندي قصص كتير بس مش هنقدر نقولها. تمام.